زوجته لدني. عسلامة مدام دليل، مرحبا بك. زرت البرك. بيك عايشة. منين جيتنا مدام؟ من العامره. بقول نتشرفوا مدام، مرحبا بيك. وبيك. نورتنا. عايشك. تعرف شكون استدعاك؟ اي. تعرفها؟ نعرفها. من غير ما نطولوها. من غير ما نطولوها هيك سيرة. لازمنا نفهموا خاطر والحكاية. اي. ها؟ حل الجواب حل. زوجك. مدام دليلة باش تعطيني دقيقة نلخصك شنو اللي حكاه. تفضل. اللي حكاه الكل خايب ياسر، اللي حكاه كله خايب ياسر، معناتها يتهمك صراحة بالخيانة، فهمتني؟ مع شخص وكذا، فهمتني ولا؟ وبالتليفون يطلب فيك من 2015 ومن بعد اس ام اسات ومن بعد كلامات بيناتكم وانت والراجل ودرجني وكذا. شوف مدام دليل، انا ما نعرفش تو هذا الجانب اللي حكي، احنا توش نسمعوك انت وننزوك انت، معناتها بكلنا، معناتها كان متفرجين واحد، فهمتني؟ من حقك تدافع على روحك وتعطينا الفيرسيون بتاعك انت، خلينا نسمع. ولكن لو كان تحلق ضر مدام دليل وفات العيشه، معناتها كنت تنجموا تتفارقوا بالتي هي احسن، صحيح ولا؟ معناتها ما عادش ثم. قتلوا فهمتني؟ مدام دليل ما صحت الاخبار اللي قالها. اللي قالوا صحيح؟ يعني مش صحيح، الكل كذب. سي جعفر الكل كذب. الرجل هذا خذيته من الحبس. وهذاك مكتوب وما ندموش عليه. معدي اي. قال اللي هو عدى معدي اي، معدي ربطيه حبس وجاي وخذاني وخذيته. بقيت معاه وفي نيتي هذاك هو مش نكون في اسره. جبت سكنت في دار بوه وما هاشي امه. عملت فيا ابوه وامه. خرج بيه للعامرة كريت قعدت في جرته من دار لدار. مش مشكلة ذي، مش مشكلة؟ اي ماهوش جايب كل شيء، يشرب يكسر يضرب يعنف. وقلت نداني صدمت وخذيت مثالش هذاك مكتوبي ورديت بالشيء هذا. يشرب يضرب ويضرب ويكسر ويسب ويشتمني في شرفي. هنا ربي ما بيني وبينه، جايبة منه أربع صغار راني، مانيش يا عروسة عام ولا، جايبة منه أربعة صغار 18 عام. وأنا وياه الرجل هذاك ما خنتوش، أنا صغيرة، أنا عروسة، أنا نلبس لهنا، أنا نلبس لخلاعي، مش نخونه تو أنا هكا في العمر هذا. أنا ما طلبت منه حتى شيء، طلبت منه يعيش لي صغار. اسكننا في العمر ما نجمش، اللي ماشي دبوزة أكثر من اللي جايبوا لصغيرات وكان في بيه. تعاون فيا الناس، يعطوا فيا أهلي. تلتمت من دار لدار، في الاخر يروح بيا الخربه. الخربه هذه بلاصه اسمها الخشارمه، خارجه من العامره. نسكن انا وصغاري ويمشي للبحر. وقت اللي نرقد انا وصغاري عظلامه، كسكنتها عظلام، كدخلتها ما لها حيه وتنجم نستدعاهم ويجوا. كي نرقد نرى الحنش حشاك داخل لي. اقسم بالله نرى فيك يمشي. به مدام دليله. الرجل هذا معناتها اللي قالوا كله غلط، ما غلط غلط غلط. لا اس ام اسات والله، لا اس ام اسات لحد شيء. والنمر عطاه لي هو، النمر عطاه لي هو. نكمل نحكي؟ اي بيس اسمع فيك تفضل. طلع لي مكالمات على بعد المنفذ من جبني انا وقدمهم للمحكمه. معناتها عاد المنفذ طول. اي عاد المنفذ، مش عاد المنفذ خرج اعطاه. اي عاد المنفذ محلف هذايا. مدام اسمعيني تفضل. خنف الظهر ما ثم مكالمات يعملوا المعاينه، يعملوا معاينه للمكالمات، فهمني ولا؟ عاد المنفذ هذا محلف قانون، هذا عاد المنفذ ياكد، وعندنا الوثيقه ياكد انه ثم مكالمات، ثم حوار بينك وبين شخص ما. أي. فهمتي ولا؟ فهمتك. اي اي كمل. اي كمل ليه؟ باهي. ما الدار هذيك حولنا لدار فيها الضوء، سكنت فيها انا وصغيرتي. مش على الضو، انا نحكي فهمتك. ايوه مش نوصل لا سماس عاد، ومش نوصل للتليفون، ومش نوصل كيفاش حكايه التليفون. باه باه تفضل. باه اه يمشي خدم بريونت، نقول لك شهرين ثلاثه بطل الخدمه ولا يدخل لي في الرجال الدار. شكون الرجال؟ حراقه قسما بالله. نشتاق صحه بدني. لحظه 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 لحظه. نشتاق صحه بدني سي جعفر. لحظه 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 لحظه. قسما بالله. لحظة مدام لحظة. الله يبارك. لحظة. حراقة معناتها اللي حرقوا في الشباب البرة؟ اي.
هو اللي يدبر، هو اللي يجيب، هو حرام، هو ياخذ الفلوس. اي اي بالرسمي. ايوا معدي عليها ربطية سي جعفر. فما حاجة بلي اي بذلك لا لا على بالي حتى انا نسمع في غنية ام كلثوم حتى والله ما خرجت. سمعتك على الاخر، سمعتك على الاخر، شنو هي الربطية اللي شد عليه؟ على الحراقة وحكم عليه 8 شهور حبس. هو هو وعندي المحامي حي كتحبني نذكر له اسمه؟ نذكر له اسمه؟ نذكر ما يسالش؟ اي ليه الاسامي مش مشكلة مدام. تنظيم معناتها تنظيم الهجرة السرية تتسمى. تنظيم هجرة سرية يظهر لي يشد عليها أكثر حبس. شد عليها وعملت له عليها محامي معايا ربي ولاد الحلال. عندك ما يثبت في هذا مدام؟ أي عندك وثيقة؟ أي عندي. أنه هو تشد في أي تشد عندي ومستعدة نجيبها لك. هو الرئيس نتاع الحراقة؟ نتاع الحراقة وهو اللي يجيب فيهم الدار يفهميك. هو اللي ياخذ لهم في فلوسهم وبالله خذ لهم فلوسهم وخذ لي بها تلفزة ورسبتير. قسما عظما بالقرآن. شنو صغار خذ لي تلفزه باش نتفرج انا وصغاري وخذ لي معاها روسبتير. شريت لها بفلوس الحرقه تلفزه؟ اي قسما بالله. خلا تغني؟ لا لا مش نغني. خلا تغني؟ لا لا مش نغني قسما والله بالرسمي خلا تغني. لا لا ليه فما حاجه وحيده سامحني. لا انا شلبك فين نعطيك انا الصحيح. الحراقه يا ناري جولي لي انا على اساس انا مش الحراقه. قلت لهم انا مش رئيس، انا راني بحار عندي ليفري راني بحري. لا ماكش بحري. مش رايس نسوق انا عندي كارت. لحظه مدام ما عنديش كارت انا. صحيح اجمع كي تشدوا. كان عندك كارت تنطلق انت. اش خص؟ لا بالرسمي. شو اش خص؟ لا خلينا نكلمك ما خلينا نعرف كلامها هي كيفاش تحكي. اي به كي شدوا شكون شدوا؟ قول شكون شدوا؟ شكون شدوا؟ شدوا المراه. انا مراه. شدوا دليله. ما شدونيش انا. اقسم بالله كاين نحلم انا. شدوا اقسم بالله كاين نحلم. سامحني تعرف انا عام. شدوا دليله لوين؟ سامحني تعرف انا عام هذيا. شدوا دليله لوين؟ اسمعني اسمعني تعرف انا عام هذيا. لا لا دليله لوين شدوها الساعه؟ شدوها فهمتي ولا خاطر جماعه قالوا هذايا هذه المراه تابع خليفه. حسب الله ونعم. شدوها صحيح هزوها للمنطقه. بسيت المراه في جرتك معناتها. يا ودي لا بسيت على شيء انا ودي مش موجود انا في سوسه. لحظة يا مدام لحظة يا مدام علاش شدوا دليلة جو علاش شدوا دليلة يا خليفة خليفة لا لا مدام لحظة لحظة السؤال يقول علاش جملة بجملة علاش شدوا دليلة؟ دليلة كي جات من دار امها جات دليلة من دار امها جات غاديك فما منهم واحد شافها لا لا شاف هذه لا 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 بحظة داري شافها اش تعمل؟ شافها ما فهمتش صحيح راني جماعة هذه عندها في 2006 وتحكمت عليها 8 شهور لا ما عادش نسمع كان خليفة تو لا لا لحظة مدام لحظة لا خليفة تو شي يجيب سامحني لا يا خليفة لا 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 عايش خويا سامحني هذه الثانية سامحني قلت لي لا لا والله باش نهضر تو انا جاي على قضيتي انا جاي على قضيتي انا لا امشكل 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 خليفة مشيت معاك على الاخر يا خليفة المرة الأولى قلت لي راهو من 91 ما تشديتش. قلت لي ما قلتليش. لا قلت. صحيح. شديت في النفقة. إي صحيح. وبعد شديت في الحرق. الحرقة هذه في 2006 راه. صحيح ممكن احتمال نسيتها ما قلتهالكش. أما لا ولا تشديت فيها. مش مشكل. لا تشديت فيها. مش مشكل. لا لا ما نستعرف وحكيت وخذيت على 8 شهور عديت فيها 5 شهور ونص روحت. خليفة. خليفة. ما يسالش. باه. أعطيني هذه. أنا جاي مدام دليلة نعم شو جبد لك يحرق في الناس يحرق في الناس قداش من واحد جاك للدار وش يحرق؟ براسك بحضر 20 قسما عظما وراسها صغيراتي مرة واحدة ولا قداش من مرة؟ مرة واحدة أنا قاعدة كمل نحكي لك أنا في داري عندي الوليد الكبير وولده 3 سنين وعندي الطفل الصغير ولد عامي عام وخدت براسكم بيناتهم عام وربع شهور أنا قاعدة ما فريت كان زوز لوجات دخلوا لي وهو معاه اي زوج زوجات اي دخلوا لي وهو معاه قداش قعدوا بحذاكم مدام؟ قعدوا جمعه قسما عظما جمعه وانا نطيب لهم حاكم علي نطيب لهم هناك في المسبط قسما بالله هو يرقد وانا نحس على صغاري وعلى روحي نشتاك صحة بدني حول وربي هو قسما بالله قسما بالله مش هكاك قسما بالله وراس صغيراتي اللي متمرمد عليهم ونار فيهم وفي ربي راهو ربي هو كلهم بعد صغاري قداش قعدوا في دارك سي خليفه؟ اقسم بالله جمعه. خويا هاي تحلف وحده. قداش قعدوا في دارك؟ قداش قعدوا؟ قعدوا تقريبا شي 4 ايام ل5 ايام. ايه؟ وهي مش موجوده. قداش من واحد؟ خلينا نكلم. جمعه يتسمى يا ولدي والله اللي جات يا ولدي تقريبا شي 8 من الناس.
واقسم بالله والله كان دونهم يودي حتز بالناس. لا لا ما نكذبش، وهذه في دار، هذه مش داري انا، راهي في دار واحد معناها صحيح حتى انا نسكن فيها. شايفين دار اخرى زاد؟ علاش خرجك هو من الدار مات الله يرحمه انا اولاده، علاش خرجوني؟ يا دليل يا دليل، علاش خرجوني؟ خلينا نحكي معاك انا وصغاري. يا دليل يا خليفه علاش خرجوني؟ يا دليل شوف يا دليل، ما نسمعكش ما نسمعكش، ني جيت قدر في سي جعفر راهو المراه جات اين عم وبالي قسما بالله لا نجي. يا دليل ما نسمعكش، يا دليل نسمعك انت. اري الدليل يا دليل، عندك التسجيل وعندك الفيديو وعندك التسجيل. يا خويا قدموا للحاكم، شبيك ما قدمت شيء للحاكم؟ ورحمة فاطمة كمان احكي لك. باهي شبيك ما قدمتوش هذا؟ تي انا وياك في الحاكم ولا شبيك ما قدمتوش؟ قدم. استنى ما خليت لك لا مش كلام، لا لا اسمع، قلت لك فما الحاجات غير ياسر ما نكلمهاش. انا راجل وكان عيني انا وكان جيت انا ما خذيتهاش منك انت باش ناخذ منها في رجل. اسمع كان جيت انا ما كناش كيما اللي قلت الروح راني قتلتها والله نشرب من دم. انا عايشه مع سالفه ما حبيتش اعمل. استني استني اسمع ست واخد انا ما كانش نخرج راهو. لحظه 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 خليفه لحظه ما نسمحلكش كلام كيما هذا ما يتقالش. تسمعني سي خليفه كمل لي مدام. حكايه التليفون مدام صحيحه؟ اي حكيت التليفون اي مش نوصلوا بالحراقه للتليفون ونعرف ما نعرفوش مش هو انا ما نعرفوش التليفون كيفاش اي كعمل لي الحراقه هذه وشد الحبس. مشيت انا مشيت له لجبنيانه في المنطقه نتاع جبنيانه هزيت له عشاه قعدت هكا مع العوان ونجبي عليهم ونبكي كل شيء وبو صغاري ونحب نشوف ونحب نقدم. انا دخلت وهو مد لي ورقه فيها نمره التليفون قال لي اسمعيني يا دليل كلمي هذا وهو يخدم في ايطاليا وقول له يبعث لي 300,000 عمل لي بهم محامي. كي قال لي هك خذيت منه نمره التليفون كلمته كلمته كاخويا اي هو اللي قال لي راهو الراجل حي ونجيبوه. قلت له الحكايه هك وهك وقال لك خليف اسمعني قال لي يا بنت الناس نعطيك كلمتين لصغيراتك ولك ونعاونك في حاجه منه ولا منه على راسي وعيني نعاونه هو في حاجه منه ولا منه دواء منه ولا منه على راسي وعيني اما باش هو يعمل العمايل وانا نبعث له نعمل له محامي خرج راني ما نعطيش. معقول معقول روايتك هذه معقول؟ اي معقول هكا قاعد. انت عطيتها النمرو؟ نمرو شنو؟ اعطاه لي قسما بالله عطيته لي نمرو الراجل عطيته لي انت قسما بالله عطيته لي تحمل هكاك ما عطيتهوليش قلت لي كلميه وهات تجيب لي الفلوس يا اخي احمد ما تجيبليش فيا لداري ويسكر ما تقولش هكاك ما تقولش هكاك ما تقولش يا دليل ما انا سمعكش انت نسمع سي جعفر ما انا سمعكش. ما حشومش نحكي معك انت. انت ما انا سمعكش جمله. انا اسمعني اسمعني هذا اللي انا سمعكش وما نحكيش معاك وما نخزر لك. على بالك اسمعني على بالك بروحك انا قدمت شكايه للسيد الوكيل الجمهوريه أي. اللي فيها تهديد أي. واللي فيها واللي ما كلمك راجل قسريني كلم على قدم القهوة تسجيل صوتي انا نهدد فيك يا خليفه نعمل لك ونعمل لك تحمل مسؤوليتي قدام 10,000 اسمع ليش قدام وكيل الجمهوريه ما حكيتيش انت واحمد نتحملها انا المسؤوليه. يا دليل لو كلمك هو بالتليفون يا دليل جاوبي يا دليل ما تحكيش معايا يا دليل فما سؤال انا جاوبي جاوبيني عليه بصراحه اهو قدام 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 12 مليون جاوبيني عليه بصراحه ما غير ما نكشفوا الاوراق عندي انت تكشفت برا خليها هنا باهي باهي برا كشفت برا برا عادي باهي باهي ما يساش نحكيك عندك دليل اسمعني سخليفه لا نعم عندهم دليل نفسر لك حاجه تو احنا عندنا اوراق وثائق احنا مانيش محكمه اما عندنا وثائق اوراق فيهم مساجات معاينه تاع عبد المنفذ راهو اي خرج معاينه مع... خنفسر لك مدام دليل خنفسر لك المعاينه هذه هي اللي نتهم فيك لحتى شيء اما نحبوا نفهموا فسر لك المعاينه هذه فيها مساجات حميميه شوي معناتها فيها تليفون مسجل حميمي شويه معناتها فهمتني في شويه كلام معناتها معناتها ثم فيه كلام مثلا فوكال ما يجيش بين زوز مثلا زملاء ولا زوز اخوه ولا كذا معناتها في المرموري في المرموري مرموري معناتها فهمتي دليل اخويتي الدنيا ماشيه في المرموري مسيب كورينتي حول ولا الكورينتي هذا اللي سمعناه نحن مدام دليل تضحكي تو فهمتي اللي سمعناه نحن معناتها مش نتاع انسان تسلف 300 دينار لعل لعل ها باش نعطيك انا مثلا مثال وانا راني نجم نعملها نجم نعملها باش ننزك انت وباش نتبنى القضيه نتاعك انت هاوش مثلا انا لو كان راجلي يخبط فيا ويهين فيا ويذل فيا وما هوش قايم بيا وانا وراجلي في امباس ما عادش يتعدى لي ما عادش يتعدى لي وانا في مخي طلقت
انا في مخي روحت لدارنا وانا في مخي نخمم كيفاش نلقى رفيق ولا صديق وقت الضيق نفضفض له. معناتها الخطر المعاينه موجوده، فهمتي دليله؟ فهمت فيش نحكي؟ فهمتي؟ معناتها ممكن نضاقت بيك. باهي سي خليفه، انت علاش استدعيتها المراه الليله؟ استدعيتها انا؟ اي باهي استدعيتها انا على اساس نحب نسالها سؤالات. تفضل. نسالها مساج. بيان سور. ما غير ما دليله باش نسالك اسئله وجاوب. ما غير ما كي عملت انا جواب السيد الوكيل الجمهوريه. وجبت الجواب وسلمت للمنطقه البحث والتفتيش مقاومه فرقه الاجرام. كي بعثوا لك استدعاوات انتم الثلاثه اش بكم ما حضرتوش؟ اقسم بالله لو صرني حتى استدعاوات. باهي استنى 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 استنى. باهي بري ما حلفتي. تيتي هارب رشاشي على النفط. باهي بري انا في الرشاش. ما يشارش. باهي وانت عندك زوز مناشير. هذا اللي كان انا عندي كعبه، انت عندك زوز. زوز شنو هو؟ زوج مناشير. تعرف شكون طلباتك يا دليله؟ المنطقه بتاع جبنيانه طالبينك، علاه ما مشيتيش؟ ما طلبني شيء، وين وهو تليفون يجيبه، والله ما طلبني حد، كلمتني المنطقه بتاع جبنيانه. قلت له زوج مناشير، قالت لي تليفون. ما نفهمش، انا ما نفهمش. زوج مناشير بطاقه. يا خليفه، خليفه لحظه لحظه مدام. شنو زوج مناشير؟ لا، القضاء والحاكم خليك عندك ثقه في القضاء والحاكم، ما عندك ثقه في القضاء ولا؟ عندي. شكون لك حقك؟ اي. به. انت علاش استدعيت هالليله؟ صديتها باش نسال السؤالات. هو جاي ما غاديش يسال السؤال. عندي انا محاولة خطر راهي. محشى خاها فهمت ولا عندي محاولة خطر بالرسمي إذا نحكي عندك الدوسي إيه؟ وشوف الوكيل الجمهوري ايش كاتب. محمشى خاها. هي محمشى خاها. أنت حمشت خوك دليل. والله حمشت والله يكذب عليه يا أخي محاولة قتل. أنت إنسان ماشي أنت إنسان ماشي يضربك ويقتلك لك وشديت الموس وينه الموس؟ وينو؟ توصلنا الغادية دليلة شديت الموس؟ هو 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 قايل هو يحكي قال لك شديت الموس. لا دليل بربي جاوبوني بربي لا 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 يا اخي احنا وين نعيش ولينا؟ يا اخي نورمال يا اخي محاولة قتل ونحكي فيها كأنه والله لا منها والله لا يا خليفة بالحق اللي تحكي فيه وخي ولا خلينا نحك عينيا بالحق نحكي فيه والله لا منها وعندي كعبتين مناشير وعندك كعبة شو ما فهمتهاش انا مناشير خليفة ولينا بالكعبة كعبتين ما هي قالت لي كعبة قلت لها كعبتين قالت لي زوز مناشير شو خليفة سامحني والله بالرسمي من ناحيه محاولة قتل عندي شنو رشاشي لا بحثت لا تحكمت لا حد شيء على شنو انا رشاشي دليل لحظة من عمنا وانا قدمت شكايتي عادي ما قلقنيش ايه؟ قدمت شكايتي وعند المحامية يزيني بالشكايات خليك لا لا سامحني انا توا باش نطلب منكم طلب واحد مدام دليلة صغارك وينهم؟ صغاري عندي ولدي الكبير جبته معاه ايه وولدي الصغير خليته وحده ولدك الكبير قالوا لي ضاع ما ضاعش ولدي هاهو هو ولدي الكبير والله تقعد تتصور تشوف كيفاش عمره 18 عام صحيح يشرب ما يشربش والله ما يشربها لا حول يا ربي يجيبها براس امك براس العزوزه برحمة والديك براس الشعب التونسي الكل هاو تصور غاديك وجيبهم تو ما خسرتوش جيبهم هاي قالت والله لا حلفت باليمين جيبهم تطرات تسويله كما جاب بوز الزرع يا سي جعفر والله كما نحكي لك باهي خليفه باهي يا سي جعفر قسما بالله يا سي جعفر تحلف بالكذب قسما بالله لا يشربها ولدي لا حول دليلة يا ربي دليلة دليلة اسمعي دليلة دليلة هاي هاي نسمع حلفتي بقسما بالله قص دليلة تعرفش علاش التصويرة اي اي تصويريتها لا يا دليلة خي دبوز الشامبوان بجنبه شفتها انا على بالي دليلة شنو على بالك اي كمل اي بس اي شنو هي هذيك؟ نتكلم يسلفي بها الدبوزه هذيك شنو بها؟ نتكلم؟ أي. هو اللي قايل له أه؟ هو هو اللي غاصره ها؟ أه؟ هو اللي غاصره هو اللي حاط له دبوزه الشراب وبصوره هو باش هذا الكل معناه باش هو حجم شعر الطفله؟ منو؟ بنت الطفله انا بالطبيب حجمتها انا بالطبيب المدرسه بالطبيب المدرسه طبيب المدرسه قال لي حجمها شعرها عمل لي القشره باه تو بربي لحظه بربي بربي ما نتلهاو بوليداتنا دليله و... اي ليه يا باهي ليه يا باهي دليل خلينا نتكلم معك شوي اختي توا يا رسول الله ثم ابوه في العالم يجي الولد يقول له شد شدك الدبوزه لحظه شد شد الدبوزه لحظه فهمني ولا باش نصورك مع الدبوزه شد عايش ولدي شد شد الدبوزه والله يا مستحيل يا دليله جد عليكم انتم برجوليا يا دليله يا دليله انت ممكن ولدك يشرب راهو ربي يهدي راهو ممكن ولدك يشرب وان شاء الله ربي يهدي هي عبالي ربي يهدي اما ولدي ما يشربش انا ولدي روح لي انا ولدي روح لي للدار اخي ما نعرفش ولدي انا ما ثم ام ما تعرفش ولدها ثم انا ولدي المغرب يدخل لي للدار يدخل للدار اما بالك يشرب زاد يا دليله وانت في بالكش بالك ما في بالكش يا بنتي هاي خلينا نعديهم في بالكش عائلته طيبه ابوه
لا عليه انا وانتي ولدي ولا هو ولدك ولدي لا ولدي عادي لا حلقته طيبه لا عادي بيه؟ بس خلو هو لا حلقته طيبة. انا عندي اقتراح لا صغار الكل على طيبه بوه مدام دليله انتم مازلتم متزوجين اي مازلنا وناوي باش تقعدوا مع بعضكم ولا ناوي طلاق ولا لا 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 ها الدين هذا ما نرحمش ها الدين هذا لا الدين على راسك شنو الدين هذا لا انا قدمت قضيه في الطلاق في الضرر بالدليل وبالوثائق الكل انت سمعت وانا ما سمعتنيش والله نخرج راني ربك نسمع فيك تل اي قطر لا انت سمعت خاطر هو ما بدا دخل قدامي حكي خليني كمل اسهلني وخليني انا نحكي شنو القضية اللي عملها وشنو القضية اللي ربحتها أنا وشنو القضية الثانية اللي عملها؟ احكي لي مدام دليل نسمع فيك تفضل. قضية قضية. شنو القضية؟ أي ما غير جلسة احكي لي شنو اللي صاير توا؟ وين وصلت القضية بيناتكم؟ القضية عملها لي خيانة زوجية المرة الأولى. إيه؟ طلع لي المعاينات اللي تحكي عليهم الكل اللي كان. إيه؟ قابلنا عند قضية الأسرة، هو أول حاجة أنا اللي شكيت الأول، أنا كي خيناته هو اللي يشكي. أنت كي ريت حاجة على مرتك وشكيت في حاجة تمشي لخوها. إيه؟ تمشي لأمها. إيه؟ بابا الله يرحم الله يرحمه وينعم باهي هذا ما الكل ما نجمونيش وما رجعونيش الحق ايه تشكي انت الاول ايه؟ ولا نشكي انا اللي تعطي فيه في 80 نقول لك اعطيني وكل صغارك يعطي فيه في 80 دينار ايه نقري راني قلت دليله كلام صواب هو ايه؟ اما راهو تنجمي تشكي انت اسمع ايه؟ نكمل لك عدل تنجمي تشكي بيه انت الاولانيه ايه؟ باش تسبقي فهمتي ولا باش هو فهمتي فهمتيني باش نحكي ايه فهمت ثم مثلا نساء تلقاه هي عامله فهمتني ولا رجل هو عامل مش عليك انت ما نحكيك تو ثم ناس تتفرج راه نجم انا نشكي بواحد انا ظالمه نشكي به الاولاني فهمتني مش هذه القضيه وين وصلت القضيه بيناتكم انا تشكيت بي على اهمال عيال وعلى النفقه نتاع الصغار هو تشكي بيا انا نشوه لك بسمعتك باش تشوه لي باش يشوه لي سمعتي بالنومرو هذا مشي خرج النومرو خرج اللي حكيت لي عليهم انت الكل هزهم للمحكمه نتاع صفاقس جاتني جاني عاد المنفذ طلاق للضرر مشيت الجلسات حضرتها من ثلاثه ما عنديش ما عملتش محامي ايه دبر علي ولده تحليل قالوا جاي قال لي امشي اعمل اعانه عدليه عملت اعانه عدليه قبله جلست ثلاثه جلسات صالحين انا وياه ايه هبطتش اللوطه خذوهاش المحامين القضيه ربحتها انا معناتها انت في نظر القانون توا اي انا رابحه ها اي انا رابحه ترفضت القضيه ترفضت القضيه نتاع الخيانه الزوجيه اللي يقول لك ريشيرشي انا ما نفهمش في اللغات هذه خي انا جوني الصحفيين على غفله جيت كان ساكي جبته في يدي مرحبا بيك مرحبا بيك وبيك ترفضت له ربحتها انا اعطوه 20 يوم يعمل لي استئناف انت كي انت ترفضت لك وانا اللي ربحت ماك تستئناف علاش يخلي فوت ال 20 يوم تكلمني محاميتي قالت لي مدام دليله اجا راهو ما استئنفش اجبد الحكم نتاعك ويجي يقدم انت للضرر شوه لك سمعتك ايش قدمت على اساس انا انت مقدمه للضرر لا مازالك مازال مازال جا الحديث خلينا نكمل لك على اساس انا مش نعمل هكاك تشدش هو على النفقه ما خلصنيش حكموش علي عام حبس انا مازلت مش نمشي نقدم وجاني عاد المنفذ قضيه من الاول وجديد شنو هي القضيه تسرق في الجيران اه سي جعفر الجيران يسرق. انا سرقتك انت اللي تشكي بيا بالرسمي انا ما جبتش اوراقي كان جبت راكريت شنو تسرق في الجيران؟ اي ناي نسرق في الجيران وراجلي قام شكي. شكي بك خاطر تسرق في الجيران؟ اي شكي بيا تو تو الجلسات هذوما اللي جلسناهم ثلاثة جلسات صالحين عاودناهم، هذيك نتاع الخيانة نحات على شيرة، طيشت هذيك ما عادش سيء. تو كان نجلسوا فيها الأول وجديد وعملت زوز صالحين حضر معاي والجلسة الثالثة هذيا ريشيرشي ما حضرش معايا. وخرا 16 في الشهر هذا توخرت لنا صورك صوروكم بالتليفون ما صوروني لا شيء. وفيديو قال عندي وتصاور لا انا مشيت لدار اهلي ما نعلم بحتى شيء في وسط البلاد في وسط البلاد فين في وسط البلاد نسكن منطقه ريفيه وهو يخليني نمشي هو يجي يحل الدار ما يخلي ما يهز يمشي هو لا تابع الحنشه بطاقتي هوني عندك انا تابع الحنشه هزيت صغيراتي ومشيت وقتها ما عادش شنو الظرف اللي عندي مشيت نجيب لهم فاش ياكلوا لصغاري وهو اش يعمل يمشي يمحش الجيران عليا اهله وما ليه هو ولد البلاد وانا مانيش بنت البلاد يمحشهم عليا ويجيب لي ثلاثه من الناس يدخلهم لي الدار يتكلموا الجمهور الكل اشهدوا ثم دار ما فيها صابون انا ما نباش نغسل ثم دار ما فيها الزيت باش نطيب اخي ما ناكلوش العصبان انا كي مش نسرق سي جعفر مش نسرق فلوس طيش طيشني برا باش متهم سرقت شنو؟ سرقت عصبان وزيت وصابون هذا اللي نبحث عليني في المحكمه تو قسما بالله راهي جاتني صحفيه جابتني هكاك بصراحه راهي نتاع الخيانه انا اللي رابحه حتى سي جعفر مش اشكال مش كمل اسمه بالرسمي انت شاكي بها مرتك قسما بالله وتهمه
صريخة العصبان مش نحكي لك لحظة مدام ساعة دوسمة تبديش تاكلي في الهفتري كلية العباد في الهفتري لحظة جاوبني على هذه بركة يا سي خليفة انت شاكي سؤالي انت شاكي بمرتك والتهمة مرتي تسرق في العصبان تسرق هاي بالرسمي ما عندك جيران 10000 تسرق مش انا شكي مول الدار هي اللي شكوها لا تشكي فيا تسرق هذه يسكن لحظة مدام يا سي خليفة بالله نحبك تفهمني بربي لحظة مدام بالله نحبك تفهمني لحظة يا سي خليفة سؤال ومش خليك تتكلم خد تعب توا هي فرضا مرتي تسرق في العصبان والجيران انت خليفه تشكي بها الوين مش انا شكيت بها شكيت فيا قصدي طويت على قصه على العصبان يا نهار مبروك لا تفضل والله على طويت قسما بالله على العصبان دليل والصابون دليل لحظه فما زوز ديال قسما بالله على العصبان والصابون جلسه الطلاق على العصبان والصابون بدس بدس والله اسمع عندك حق ما تسرش معك الخشامه نقول لك بلوعه اللهم صل على النبي لا لا خليفه ماش عندي فيها قالت الطلاق للضرر شكي ربحتها ولا خسرتها؟ يا ودي القضية قاعدة جارية. راهي جاتني عبير وجابتني هكاك بغرة. اسمع نعطيك أنا زوز. ما نقولش نحكي لك، خل نحكي أنا هكا بن سعد المكتوب اللي وحني فيك. عندي زوز محامين. كلمهم تو شو يقولوا لك؟ يفاتني تقول سلفة. لحظة مدام، زميلتي الصحفية تقول اللي قضية فيها شهادة حفظ. هذيك موجود هذيك الاولى القديمه فين قديمه يا خليفه شوفوا التاريخ من وقتاش يا سي جعفر خليفه ما عادش نجم شدك انا تو الاولى القديمه خليفه مش قلت لي ما ثماش جمله تو انا اش قلت لك انا نعطيك انا زوز تاع محامين وتكلمهم يهربوا عليك المحامين واسهل انا قال تهربوا هربوا عليه قسما بالله هربوا عليه مدام لحظه سي خليفه لحظه لا 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 الاوراق ممنوع عليها ممنوعين عليها لحظه ما مسائل تحكيوا فيها راهي من مدام الله يبارك انا سكت تم مسألة تحكيو فيها تم مسألة تحكيو فيها راهو من اختصاص القانون وما نحكيوش فيها هذه القضية اللي بينك وبينها هذه زوجتك أول حاجة يا سي خليفة وسمعناك تم الجانب في كلامك فهمتني ولا يوجع على الآخر اسكو اليوم أنت وياها ما عادش متفاهمين الأولاد هذوك يذيعوا هي ما على بلاش شنو ما على بلاش والله تمن ولا ما تمنش وليمان بربي وجيب لك كتاب 60 حزب ونعم بالله ونحلف لك به بالصدق زادة صدق شنو؟ على بالي بهم صغار ضايعين انت مالك انت؟ وهي خاينتي خيانة زوجية اخلف منك معين مد فيدي انا مشكلتي في صغاري جمعية اخلف طول 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 هي ضايعة اسمعوني جمهور كامل ثم ابوه ما يجيش صغاره وحاكم له الحاكمة نهار الاحد وفي المناسبات منظر من يبجل اخته وخالته بايا مسحلها ويلبس المنديلة ويطيب لها قسما عظما والقرآن قسما بالله سي جعفر خالته ورباته ما ربطوش تربى فيها أطفال برقابة لا 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 خالته هذيك هاي تربى فيها أطفال برقابة هاي في بالنا هاي شنو مشكلة هاي ما ربطوش خالته خالته رضعته 7 أيام ماهيش سبة يا مدام ماهيش سبة باهي أنت على خاطر خالتك تهمل أنا خالته مسامحتها راهي سبب خلا داري خالت أما أنا مسامحتها قدام باهي مسامحتها باهي ما يهمنيش فيها هذيك حط كنت على شير تكلموا بنته تهز التليفون في عيدة اخويا انا وياك نحلوا مشكلتنا صغارنا فجوا ثم ابوه ما يجيش صغاره في عيد تهز بنتي التليفون وتبكي تقول يا ما معطيني التليفون نعطيها التليفون نمرو ويها تليفوني لبرا مقيدة طلع عليه بابا بنتي تقول يا بابا مش تجينا باهي تو نجيكم غدوه مي نبدا انا في الحنشه مازلت في دار اهلي نروح بهم نبقى نهار برك في دار اهلي ونروح بهم باش يجيهم هو نوصل الدار يا بابا وينك اي هتو نجيك العشيه أتو نجيك غدوة أتو نجيك بعد غدوة أرى الرابع عيد الخامس عيد بيجي يتفكرها شنو جيب له هذا لحظة مدام هذوما هم الضحايا اللي نحكيو عليهم هذوما هم الوليدات سي خليفة أنت رجل طيب ومحلاك ربي لحظة مدام أنت رجل طيب ومحلاك فهمني ولا وتنجم تكون لا مدام لا عاد ما نكملوش هك أنت رجل طيب ومحلاك سي خليفة وتنجم تكون غلطت في حاجات في حياتك فاش غلطت في حياتك أنا ضحيت معاك تكريت صغري سلاطه حياتك تنجم تكون غلطت في حياتك كيف كيف انت مدام دليله فهمتني ولا تنجم تكون غلطت في حياتك وهذا يا خويا مكتوب مكتوب وفاه مكتوب وفاه خويا انا تلفت لك الصغار ماهوش متلفت ولا تو مدام لحظه عليه عاد ليه مدام باهي انا مشكلتي في الصغيره تو طفل 18 سنه مستحق بوه انت تحرمت سي خليفه تحرمت من 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 امك تحرمت حتى من حنان البو كذا انا نتمنى اليوم تقف لاولادك هذه صفحه وتطويت هذه مكتوب خويا صفحه وتطويت فهمني وثم قانون فوق كل شيء فوق كل اعتبار القانون ياخو مجراه عندك حق تاخذه
فهمتني؟ وانت زاد كيف كيف مدام يذر لي وقته باش تلهي بوليداتك. لا يا بيه. خاصة لا يا بيه. مدام وقد ما تتلهاو شوي. أي أيوة شوية. اتفقنا مدام. قد ما تلهي بها شوي. أي قد ما تلهي بها آخر كلامك سي خليفة تفضل. آخر كلامي تعرف شنو نقول؟ أي. أنا نطلب من القضاء ونطلب من رئيس الدولة ومن رئيس الحكومة، أنا طالب حقي خلاف حقي على الدين. والله اني ما طالب شيء، صغاري هذوكم عيني الزوز نعطيهم لها. صغاري يجوني. الخيانه ربحت هنا. ونعطيهم الفلوس وما عنديش مزيه على خاطر صغاري. سامحني اسمعني، انا عندي داري باسمي. سامحني. وهو تسمع انا ما تسمعنيش. خلينا نتكلم السي جعفر. قاعد خلينا نتكلم، تشبع واكله باتري هذه. والله ما عنديش مزيه على صغاري. وفما ربي هو يعلم. جبت لهم الدجاجة. وليداتي على عيني الزوز. جبت لهم عندي مشكلة. أما اللي هلكتهم اللي هلكتهم بالرسمية. أنا ماليش حاجة. على خاطر صغاري مش تعرف ايش تعلم فيهم؟ لا لحظة سي خلنا سي جعفر مش تسمعني اسمعني ما كانش راني باش نخرج باش نقص عبد. بنتي تهز التليفون وتكلم وتقول له يا بابا إجاها من عامرة للخشارمة قداش يعطي في بنته اللي قال لك نعطي فيها؟ كان عنده لاباس عليه ولهنا دينار وما دينار هذا اللي يعطي قسما بالله والقرآن. ظروف ماشي ظروف لا 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 قولوا فاش يعمل ابار قضيتي انا قولوا فاش يعمل فاش يعمل قولوا قولوا باش يكون خاصم يخاصم يخاصم بالناس اللي مدت لنا يديهم اللي عطوني لوطا وعطوني الدار ماشي يشكي بهم يفك لهم في رزقهم عامل محامي على رزق الناس هذاك لا حول ولا قوه قسما بالله نجيب لك شهود قسما بالله ومالي لوطا ما تحبنيش نسميهم انتم هم يتفرجوا علي تو يتفرجوا علي وتو يقولوا صحيح ولا نكذب مانيش نكذب مانيش نكذب مدام دليل زايد نسالك تحب تقابله ولا لا؟ ما قابلوش ثم قانون في البلاد ان شاء الله ربي يخلف لك ان شاء الله ربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله تستهلا فيك الاولاد بارك الله فيك على الحضور يعطيك الصحه تصفق عليك تصفق عليك مدام دليل خليفه شاكي بالناس كل انت خليفه والله لا فما منها باب تو انت صدقتها وكذبني انا ورحمه امي لا صدقت حد تو جاوبت ورحمه امي نكمل لك خليفه انا من نجم نصدق الا ما نشوفه بعيني انا امنت في الحياه انه النجم نحكي مع الناس الكل الناس الكل يا خويا ابرياء الى ان ياتي ما يخالف ذلك ثم شكون يقول لك الناس الكل متهمين الى ان يجيب البراءه نتاعه انا وخي انت بريء انت مش قاضي انت وخي مرحبا بك ضيفنا انت ضيفنا والله بالنسبه لي انا سامحني بالنسبه لي كلمه هو والله العظيم نتكلم بعض انا ريت انت ورحمه امي وخي في الله في الله وهي زاد وخيتي ما نعرفهاش انا يا خليفه اي على بالي ما تعرفهاش اي لا معناتها ما نجمش نتهمها وانا نقول وش بيك وعملتي وكذا خليتكم حكيتوا سي خليفه فهمني ولا هي زاد اعطت وجهه نظر نتاعها والله انا تعرف شنو نتمنى في حياتي ولا برسم ان شاء الله نطلع نظيف عفيف قدام ربي قدام العبد وجاي ايامات تسمع على كل شيء هذه اول حاجه وبسمة ربي انا نعرف روحي ديما نظيف قدام ربي قدام العبد انا مشكلتي انا في صغاري ني والله خايف كان على صغاري خلف هذوما انا ما خايف من حد يرحم والديك اما هي خليفه في اللي قلته هذا كلام به هي كي حلفت مادام حلفت قدام ثم ربي 12000 تونسي حسب الله ونعم الوكيل فيها ثم ربي وما سمحهاش اللقمه اللي كلاتها في فمي ما سمحهاش فيها استهلي فيك الصغيرات خليفه بالعكس هذوكم عيني هذوك هكا هو تحيه كبيره برشا خليفه بصحه بارك الله فيك سي خليفه جوست باش نعطي ملاحظه قبل ما نختموا باش نعطي ملاحظه مهمه ياسر 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 معناتها والملاحظه جات من عند سي خليفه شوف احنا لهنا راهم اللي يجيو سواء الضيف سواء اللي استدعاه هما الزوز احنا على نفس المسافه من الاحترام ومن معناتها من المحبه والقدر وكل شيء لانه لنا محكمه لنا قضاة لنا عندنا القدره والكرامه انه نجموا نحكموا على هذا دون ذلك كل واحد ياخذ مساحه يعبر واحد نرجع طول موضوعنا اللي يغيظوا كالعاده في المواضيع هذه هما الصغيرات ان شاء الله ربي يهدي وان شاء الله يا ربي سي خليفه يتلهى بالصغيرات وهذا مكتوب وان شاء الله زاد مدام دليله تتلهى بالصغيرات وهذا زاد مكتوب